عالسلامه. عالسلامه بنتي. لبس عليك. الحمد لله ساعتك. قدم لنا روحك. انا فضه زيدي. مرحبا بيك. قلت لي عندك مشكله اجتماعيه. مرحبا بيك، تفضل احكي لنا. بنتي. يا بنتي نحكي عبين برشا. رجل معاق. كلمش زوجك. كان بكري 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 ايام الزينه الله يرحمه، كان يخدم في سومطره. في سومطره شركه اسمها سومطره. وقتها بكري مش تو. عملوا له انتريت، عملوا له 320. يدرها 320 ونحوا له الكرني الابيض ذا. لعنا لا دار لا كهرباء، حتى الدجاجه ما ذمش، هذه ممنوعه. عطيني ناس يرحم والديك ووالديها، مسكنيني في بيتك وجينا على وزر الفضل يرحم والديك ووالديهم. أموره معناها ولات هكا شوية خايبة بعد التقاعد نتاعو. التقاعد يا ضعيف برشا. عند التقاعد زي بنتي يكري. هكا تشوفي في الوضع الكري كيفاش. ها؟ أنا ها؟ من وري في وجهك الخير. نمشي نخدم عند امرأة لقيت شوية خبز البابس. باش نعاون روحي، باش نعاونو. عندي بنتي بطلتها من المكتب. قد عمرها؟ بنتي 12 سنة. تو عمرها 12؟ ما نجمش نقريها. ما نجمش. نكذب عليك راني ما نجمش. 12 سنة مازلت صغيرة برشا. هلا غالب ما خلطتش باش نقريها. سلم في الدبابس توا. والله والله العظيم هاهم في داي. وهو مسكين زاد يلقط شوية دبابس شوية خبز باش نعاونوا بعض رواحنا باش نجموا نصرفوا. وضعيته كيفاش كانت قبل؟ بل الحمد لله. مشكل وضع تو كي قبل بنتي. تو هكا تشوف. لترت الزيت بهكا كبرها ب 9000 فرنكا. 13. 13 صحيح. اش تعمل هذي؟ تعمل شيء تشدك ثلاثة أيام. صحيتي يعني وجاي رمضان. إيه كيفاش؟ السكن ما نحكيوش عليه. الديار موجود. لا لاصات موجودة، الديار موجود. كله يرحم والديك سيد الرئيس. هاديني دواء، ما حكيتش بشيء. ناكل حط خبز وماء. كارية أنت. قداش؟ كارية 220. أنا تعب. مشيت. لطف عليك. مشيت نرجع ما فيش ناكل مستوى، مشيت للمستوصف نتاع الوردية. عندي موعد، موعد الغدوة مش اليوم. عاد لي طبيب ما حداش عليه طبيب يحكي معايا بالفم. باش مريضة لطف عليك؟ سكر الدم ما عنديش حم في الدم. هاي كان طاح من السكر. يقعد يعدي عليه يحكي معايا بالفم وزيد الدواء السكر ما عطاهوليش، عطاني حربوشتي زاد الصفصافات نتاع الدم. والسكر قال لي ما عندناش خاطي ثم مستوصف ما فيش دواء سكر. ما عندهمش دواء سكر. ما عندناش. كيفاش ما عندهمش دواء سكر؟ مالها اللي عدي شي يعمل يروح بليش؟ يمشي ياخذوا من الفرماسي. كش قادره تشريه من الفرماسي؟ شمم خي بدي السكر غالي فرماسي. نورمال مود وي هذا يكون متوفر. وينو عزيز؟ ما سماش. اي نزل السيد الرئيس يرحم والدي، مو قال انا نحب القليل ونحب انا مع القليل عاوننا في دويره برك طالبه شيء ميساج تو نلقط بابز وناكل خبز. قداش عندك صغار؟ عندي بنيه واحده. بنوته واحده. الحمد لله. ربي يفضل هيلك. عيشك يفضلك. بنيه واحده بنيتي تيار. لا عندها بيت قاع لا بيت كي صغار. قداش تصوروا في النهار انت وراجلك؟ والله 30 35. انا ذوما لقيت فيهم تعطيهم لي المراه تلمهم لي وتعطيهم لي، وراجلي لقيت من غادي شويه خبز شويه بابس باش نعاونوا رواح. نطش شويه للكراو ونطلو شويه للمصروف باش نخلطوا. هاك تشوفي بنتي في الدنيا غالي. هاك تشوفي فلفل ب 4000 وب 3000. الخرش في دينار 1500. خلوش حد شايره. شنو تقضي وشنو ما تقضيش؟ والله بنيتي برشا حاجات مطفي عليهم الضوء. رس بنيتي والله هي اللحم والدجاج تو عندي شهرين الى دخلها الدار. نقسم بالله اني مقبله قبله ترب. ما نخلطش بنت الزازان نتعدوا هاك نتعدوا فيه نتفرجوا فيه ونتعدوا. الدجاج كيف الدجاج ها الدجاج الناتي نزاد فيها. علاش؟ علاش؟ عاونونا شوي. وبنتك ما تقلقتش كي خرجت من القرايه؟ قلقني والله بنيتي ايش عندي نعمل؟ قلت له اصبر. انا ننصحك خليها تكمل تقرا وحاول كيفاش تعاونها معناها. اش ما خلطتش وما يخلص الكريش. تكبر مسكينه راهو والله باش تندم على الاخر. حبيت نحطها فاكن تاع التكوين. تكوين اختي ب 60 وب 70 منيح. خليتها تقرا في ليتاتيك. وينو ليتاتيك اختي تمشي له يقول لك لا اختي ليتاتيك اختي هاتي السلعه وهاتي المعاونه اللي تخدمي بيا. ليه قريتها تقراها عاديه معناها في ليتاتيك. العمر ما عادش يخرجها. قد عمرها؟ ها قلت لك 12 سنة توم زي داخلها المكتب بلا فلوسة. قداش عمرها خرجت من القراية؟ توم تلقي في مازلت حتى النوفيام ما دخلتلوش في السيزون. توم عمرها 12 سنة معناها مازلت في بالي في الويتيم معناها. ايه مازلت امي مازلت. الله غالب باش ما خلطتش امي ما خلطتش وانا ما قريتش الجملة. ترجع للكوليج نتاعها تقرا. شي قبلها. قال لك لا خرجت خرجت.
زلت صغيرة أكثر من الوزير والرئيس. أنت اللي في الباب برك يحكم فيك. الدوسيات ملوحين يا رسول الله من أيام زين الدوسيات ملوحين. عليه سمينا خرج سيدنا ملوحين. أعطونا دويرة. شاركت أنت؟ شاركة من أيام زين واسمي خرج مرت شهرين وثلاثة خرج. اسمي موجود. علاش عملت هيك؟ يجوا العنات. ها؟ شو الإعاقة اللي عند راجلك؟ ما يسمعش وما يتكلمش. من أول الدنيا؟ من أول الدنيا مسكين. هاي بنتي عندها كيس تاني باش نمشي نعدي عليها. لطف عليها. طلبوا عليا بالفلوس الكوب 60 دينار. تمشي للسبيطار يعطوك موعد بعد 6 أشهر. ها ما خلاتني ناخذ 6 أشهر ما هي بقيت شهر ستة ولا حاجة. أنا جاية بين الظلوم. بيبدأ قدامي يقول لك 60 دينار. علي الأسوأ مغلات برشا وما عادش من يعاون ومن يرفق خور الرعب بلكش ما عادش في تعمل 60 دينار بلش ما هو مخلط الموعد ما هي ماتت ولا الموت هكا ولا لا هاي يرحم والدي كيفاش عاملة في الأوضاع هذه الكل والله بنيتي يعلم ربي هذاك هو اللي يعلم مش ليني باش نكذب عليك وبلش نقول وريك تكذب أما كان الريتريت نتاعو قداش 320 خلص منهم في الكري حيتي نحي منهم 210 كري هو بري عاد الباقي القرون واتي الماء والضوء واتي دبوس الغاز واتي ديتي لا تعرف عيد لا مولد لا 27 رب بنتك كي تستحق حاجة وتطلبها منك معناها تفهم لي انت ما عندكش ولا ايش منها خلطش تفهم هي ولا قنوعة من بعد ولي تبكي عندها الحق مازلت صغيرة ما تنجمش تفهمك بالكدا لو في العيد تبدا تبكي في العيد الصغير كبار يعيدوا ومسكينه تبدا تبكي تقول لي شبيه مذوقهم يعاودوا نعيدوا نايلي بنيتي ما نكرديلكش ما نجمش نكرديلك وبعد يدق علي الراجل يقول الحانوت يقول لي اعطيني فلوس نعمل ننجي ما تاخذلهاش حوايج العيد اقسم بالله تو 3 سنين لا مسكينه لبست شوليق لبسوا كم من الفري من الفري ها واحده تعب بنتي تعب ان شاء الله ربي معاك وربي يصبرك بنتي تعب دار في السكر كل يوم طالع 3 جرامات لطف عليك نيش من العرب ولا الدار تو حاد سياق في السياق قال يخرج من الدار الملايكة ورثاء هذه مشكلة أخرى هذه ورثاء مش يقسموا بنتي قلت له خي سنة بعد رمضان باش تلقى كريكي ملي كريتو معناه هان السنة في سيد الرئيس كان يرحم على والديه وشوفي صحة بدنا يعطينا المساكن اللوحين علاش المساكن موجودين وما تعطينيش خلينا نخلص في الكرين خلص نخلص هذيك خير نجم تخلي نمرك هون امبارح تليفوني طيحته في البانو نتاع المين عند المراه عندي اك صغيره كل هكا طيحته البارح في البانو وقعت مني الرب كان شي غدوه تو كنت عدل نجيب لك نمرك اللي يحب يعاونك وين نجم يلقاك نمشي معاون يمشي للمعتمديه نتاع البوسفيل الورديه 6 تو غدوه نجيب لك نمرويا نتعدلني من هنا مع نصف النهار زمانه كيف تو نمدو بتاع بنتي نعطيك بتاع بنتي عايشك مدام عايشك رمضان مبروك